إلى صفحتنا الرياضية، وفيها فريق العربي يدشن مشواره بمسابقة كأس سمو الأمير لكرة القدم بفوز عريض أمام اليرموك بسداسية مقابل هدف عبر بها إلى دور الثمانية، في حين تخطى فريق برقان بدوره نظيره السلبيخات بعد تحقيق الانتصار بثلاثية مقابل هدف واحد. نتابع التفاصيل. بدأ فريق العربي مشواره في مسابقة أغلى الكؤوس بقوة بعد فوز عريض أرسل به رسالة إنذار شديدة لباقي منافسيه، حيث اكتسح خصمه اليرموك بثلاثية مقابل هدف وحيد عبر بها إلى الدور الثمانية من البطولة. حضرنا كويس، يعني خدمنا كويس الفترة اللي طافت كلها تمارين صباح وعصر الحمد لله، يعني والمدرب أعطانا يعني غيرنا شوية مراكز والحمد لله قاعدين نخدم إن شاء الله نوصل نلعب على جميع البطولات بإذن الله. الأخضر أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين ليكمل في الفترة الثانية مهرجان أهدافه مسيطرا على كافة تفاصيل اللقاء ومحققا الفوز بجدارة. شاهدت لله الحمد تغييرات كبيرة في مشاهدة مدافعينا ولله الحمد في هذه المباراة، يعني سجلوا أهداف وهذا يعطي انطباع ولله الحمد في إخواني اللاعبين في تكاملهم في فكرهم مع المدرب. نتمنى إن شاء الله أن بعد هالمباراة هذه إن شاء الله أن نواصل ونكون نوصل لأعلى مستويات، أن نكون إن شاء الله في الفاينل ونصافح السيدي صاحب سمو الأمير. وفي لقاء آخر كان الفوز حليفا لفريق برقان في مواجهته أمام السلبيخات التي انتهت بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. عادل العنزي لتلفزيون دولة الكويت.